السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أقدم تحية كبيرة جدا 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 لأم هاني اللي دورت عليا وكانت عايزة تشوفني وتسلم عليا، بس أنا للأسف لم يوافقني الحظ وما شفتهاش، فأنا بقدم لها تحية كبيرة جدا جدا وأقول لها إن شاء الله بإذن الله معوضة في مرة جاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أرجو من الله أن الجميع يتم خير، وأحب أقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتابعني، كلكم كلكم بلا استثناء ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا سوابقة عذاب، اللهم أمين يا رب العالمين. بسم الله على بركة الله. وأخيرا ولله الحمد والمنة، رجعنا لأبهاتنا الجميلة ورجعنا لسوق التلات اللي كتير جدا من متابعاتي بيحبوه وبيتابعوني خصيصا عشان سوق الثلاث. ربنا يسعدكم يا رب وربنا يرضى عليكم، اللهم امين يا رب العالمين. وخير بداية الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. طبعا زي ما انتم شايفين كده افتقدت طوق الورد لمدة 3 أسابيع، لكن اللهم لك الحمد والشكر رجعنا بفضل الله، الحمد لله رب العالمين. ونبدأ مع بعض نشوف سوق التلات. وطبعا ده كان السوق النهاردة، طبعا انا رحت بعد العصر مباشرة، انا وصلت ابها بقالي كام يوم، بس في فيديوهات تانية مصورها في جدة لسه هتنزل لكم ان شاء الله باذن الله العظيم، ورحلة العودة كاملة من اول ما طلعت من البيت لحد ما رجعت بيتي هتعجبكم جدا، وفيها مفاجأة حلوة جدا في نهاية الفيديو، انتظروها ان شاء الله باذن الله، ممكن انزلها بكرة. طبعا هنا الشمس كده ساطعة وجميلة، اللهم صل على النبي. وانا هنا كنت واقفة عند حبيبتي ام صدر بسلم عليها، طبعا اغلب الناس اللي في السوق رحبوا بيا وسلموا عليا عشان انا كنت مسافرة، كانوا مفتقديني، وطبعا انا وحشاهم زي ما هم وحشيني كل الستات العسلات اللي بيبيعوا في سوق التلات. ربنا يسعدهم يا رب وربنا يرزقهم من حيث لا يحتسبوا، اللهم امين يا رب العالمين. كيف حالك؟ وحشتني يا اخي، طالع فيا. كيفك؟ سلامات. طبعا ده حبيبنا صقر، اغلب متابعيني عارفينه، عسول وحبوب ويشتغل مع امه في سوق التلات، ربنا يصلح حاله يا رب ويبارك فيه، اللهم امين. طبعا هنا زي ما انتم شايفين المشغولات الجميله دي اللي معموله من سعف النخل، بسم الله ما شاء الله، والزرعات الحلوه بقى الريحان والبردجوش وال اسمه ايه دوت، لا اله الا الله، النعناع، اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. وطبعا الاكلات هتلاقوها في سوق التلات كتيره جدا، اللهم صل على النبي، العريكه والعصيده والمشغوثه وحاجات حلوه خالص يعني، والفطير الجنوبي، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا انا خدت صقر معايا عشان ايه، محتاجه بقى طماطم وبطاطس وبصل وتوم وليله طويله عريضه. ايوه بسم الله ما شاء الله. الذره حبيبي حبيبي الذره، ان شاء الله في يوم كده نجيب ذره ونولع حطب عندي في الحوش ونجلس ايه نحكي في اللي راح واللي جه واللي لسه هيجي ان شاء الله. باذن الله العظيم. وهنا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، لبن وعصير كركديه وبيض بلدي، الحاجات دي يا جماعه كلها محليات الصنع من ابها، ربنا يبارك لهم يا رب وربنا يرزقهم من حيث لا يحتسبوا. طبعا زي ما انتم شايفين انا هنا كنت بجيب بطاطس وطماطم. طب الاسعار يا ام عبود؟ والله يا جماعه الطماطم ربنا هداها واسعارها حلوه 30 ريال. اما بقى اللي اتجننت فهي البطاطس، يعني البطاطس كانت اسعارها حلوه الاول، دلوقتي ب 10 ريال الكيس الصغير، يلا الحمد لله. وهنا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، زي ما انتم شايفين كده، زي ما قلت لكم السطل اللي انتم شايفينه ده من الطماطم، طبعا دي طماطم بلدي ب 30 ريال، في كميه حلوه، في كميه حلوه جدا، اللهم صل على النبي، يعني كميه محترمه. طبعا بنمشي مع بعض كده واحده واحده، ودي اكلات بتتباع في سوق التلات، ربنا يرزق اصحابها يا رب. عندكم هنا كيك وعندكم تقريبا سمبوسه، بسم الله ما شاء الله، وفي ورق عنب، خير جمال، يوم بصوا الشكل يفتح النفس. وطبعا اسعارهم زي ما قلت لكم على 5 ريال، يعني شيء لا يذكر. طبعا دي قهوه الاصدار، في ناس كتير جدا عارفاها وفي ناس جربتها، للامانه انا جربتها، قهوه حلوه جدا جدا جدا، بسم الله ما شاء الله، الكيلو فيها ب 60 ريال والنص كيلو ب 30 ريال، وعندهم خدمه توصيل لجميع انحاء المملكه.
بسم الله ما شاء الله. وطبعا هنا اخت تانية من حبايبنا ربنا يرزقها من فضله يا رب، عندها جريش وعندها ايدام مشكل وعندها نشوف ده ايه عريكة، بسم الله ما شاء الله، وعندها مشغوثة، مشغوثة كده يعني حاجة كده طعمها حلو الناس اللي هتسألني، وعندها شاي وقهوة. أستاذ الصقر خب منها قهوة أو شاي بحليب تقريبا، اجعلها عليه بألف عافية يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. وطبعا هنا بسم الله ما شاء الله القسم التراثي، اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. عندكم هنا المهراس او النجر زي ما ناس كتير بتحب تسميه، عندكم الدلال، طبعا كل الحاجات دي قديمه فهتلاقوا اسعارها يعني ايه بسم الله ما شاء الله. طبعا يا جماعه كل حاجه في سوق التلات لها ناس ولها عشاق ولها ناس بتحبها. وهنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك المكسرات بجميع انواعها، والاسعار اكثر من رائعه للامانه. وهنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، عندنا هنا السنوت، وهتلاقوا بقى اكسسوارات الجوالات دي كتيرة جدا في سوق التلات، والفرش هنا طبعا الصحفات اللي بيتحط فيها العريكة والعصيدة اسعارها طبعا بتبدأ في 150 لحد 300 لحد 400، كل ما كبرت كل ما حجمها يعني اثر على السعر شوية، كل ما سعرها زاد. وهنا بسم الله ما شاء الله جميع انواع البهارات الصحيحه والمطحونه زائد المكسرات، بسم الله ما شاء الله كلها حاجات حلوه ربنا يرزق اصحابها يا رب، اللهم امين. وطبعا ده عمي ابو عبد الاله ربنا يديه الصحه والعافيه يا رب، طبعا دائما هتلاقوه متواجد في سوق التلات وكل حاجاته الجميله. وطبعا دي قهوه ابو فهد غنيه عن التعريف، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجه كده اخر جمال واخر فخامه بسم الله ما شاء الله، وعنده بهارات حلوه جدا جدا، بهارات مشكله ب10 ريال للامانه، البهارات دي تحفه، انا عندي منها في المطبخ هي وبهارات ام حسين لا يمكن يتمنعوا ابدا ابدا. والقهوه تقريبا الكيلو ب60 ان ما كنت مخطئه يعني، القهوه بتاعته اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. وهنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، التمور جميع انواع التمور هتلاقوها موجوده في سوق التلات، اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. والحبوب بقى الشعير والبر والذره وكل ما يخطر على بالكم، وللامانه الاسعار اكثر من رائعه بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده الاجواء كانت اليوم تحفه بمعنى الكلمه. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده حتى زيت الزيتون بيتباع هناك، افخم زيت زيتون اللي هو زيت زيتون الجو، بسم الله ما شاء الله. العسل والسمن طبعا ده نصيب الاسد في السوق، اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده هتلاقوا اغلب اللي بيبيعوا عسل وسمن كلهم جنب بعض، ربنا بيرزق الجميع. طبعا الحبوب والبهارات والمكسرات الحاجات دي زي ما قلت لكم هتلاقوها كتير جدا في سوق التلات. بعد شويه هوريكم حاجه حلوه، شفتوا ده القرع العسلي اللي عمري في حياتي ما اكلته ولا جربته ولا اعرف بيتعمل ازاي. طبعا اللي جنبه ده تقريبا جوافه بلدي برضو، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. مش هو ذره؟ هذا خبز ذره سيئه. وهنا طبعا في نشاط جديد في سوق التلات اللي هو خبز الذره، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يرزقهم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ريحته بسم الله ما شاء الله، طبعا بيبيع الخبزه ب5 ريال تستاهل زي ما انتم شايفين، حلوه وجميله وريحتها زي الفل بسم الله ما شاء الله. طبعا هو كان بيسويها حاولت كده ان انا ايه اصور لكم وهي ايه بتتسوى. وطبعا دي خلطه كده في راجل طيب بيعملها هناك، عباره عن زيتون وزيت زيتون وورق الزيتون، كل ده بيخلطه ببعضه، وعلى كلامه بيقول ان هو مخفض للسكر في الدم، ربنا يشفي الجميع يا رب اللهم امين. وعنده عصير برضو زنجبيل تقريبا.
وهنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك جوافة بلدي 10 بامية، بامية ب10 ريال، طماطم، نعناع، ريحان، بسم الله ما شاء الله كلها حاجات تفتح النفس، ربنا يرزق اصحابها يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. وطبعا هنا بيبيعوا برضو مساويك بجميع انواعها واحجامها، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. البخور طبعا والمعمول والحاجات دي اساسي في سوق التلات، السمن والعسل. بعد شوية هنروح نسلم على حبيبتنا ام سعود، وهنا برضو بعض المأكولات، بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم، كيف حالك ام سعود؟ الله يحييك. كيفك؟ الله يسعدك. اي والله بردانين الكل. اي والله الله يسعدك. حلوه كيف حالك؟ وطبعا دي بسطة حبيبتنا ام سعود، عندها حاجات حلوه جدا. طبعا عندها الفناجين الجميله دي اللي معموله من الفخار، وعندها لا اله الا الله المظلات بتاعه المطر، وعندها القبعات الجميله دي، بسم الله ما شاء الله عليها كده ورود وحاجات حلوه، وعندها الشيل، وعندها الجوان بتحط فيها الخبز والسمبوسه، عندها الجاوي، عندها المباخر، عندها السمن، عندها العسل، عندها الخير كله، ربنا يجعل عندها الخير يا رب، اللهم امين. دي مباخر تراثيه شكلها جميل جدا، بسم الله ما شاء الله. ام سعود فاتحه طول ايام الاسبوع، وعندها خدمه توصيل لجميع انحاء المملكه، ربنا يرزقها يا رب، اللهم امين. وطبعا هنا الفقره المحببه لكتير جدا من حبيباتي ومتابعاتي، فقره الطيور. طبعا ده سوق الطيور، هو موجود في سوق التلات برضو، حته كده لوحدها بيبيعوا فيها بط وحمام ودجاج وارانب وكلاب وقطط وكل حاجه. بس طبعا كان هناك ناس كتير جدا، فانا ما قدرتش بقى يعني اتطرق وادخل جوه، صورت كده من على ايه، من على الشط، عشان ما ادخلش جوه كان في رجاله كتير وكده، فما قدرتش ادخل، معلش المعذره منكم. لكن عندهم حاجات حلوه واسعارهم نوعا ما يعني ها معقوله. وطبعا بعد شويه هنروح بسطة حبيبتنا ام فارس من متابعيني، ربنا يسعدها يا رب ويبارك في عمرها، اللهم امين. ام فارس برضو عندها بسطة فوق في سوق التلات، فاتحه طول الاسبوع، بصوا بسم الله ما شاء الله، عندها دجاج الشعير، عندها السويجه، عندها الحاجات الجميله دي، شوفوا الحبه دي حاجات الضيافه بس معموله بشكل كده جميل، الحبه ب5 ريال، اسعارها اكثر من رائعه، بسم الله ما شاء الله. عندها جاوي، عندها بقى حاجه مهمه جدا ومميزه جدا وهي مشهوره بيها جدا، اللي هو الفطير الجنوبي، بتعمل حالي وبتعمل بالسمن، ربنا يا رب يرزقها. وده رقمها، انا حاولت بس اكبر التصوير شويه عشان اللي عايز، او اللي عايز يتواصل معاها، او اللي عايز يطلب منها، ربنا يرزقها يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. وطبعا زي ما انتوا عارفين حبايبي كتير في سوق التلات، نسلم على ام محمد عسيري، ربنا يسعدها يا رب ويبارك فيها. كيف الحال؟ السلام عليكم. حالك يا ام محمد؟ الله يحييك. كيف الله يجعله، الله يسعدك. كيف انتي؟ والله بخير، الله يرضى عليك. بردانه؟ اي والله برد يا اختي، ابغى برد بس نحبها. الله يسعدك، الله يسعدك. كيفك؟ كيف امورك؟ كيف صحتك؟ كيف انتي؟ كيف والله بخير، نحمد الله. اي والله مرات محمد كل ما ذا قالت امه، قالت شوفي. وطبعا هننزل بقى دلوقتي نروح عند حبيبتنا ام حسين. طبعا انا اول ما نزلت اصلا من السياره رحت سلمت عليها وقعدت معاها شويه، وهالحين هنزل بقى اوريكم المحل بتاعها، بسم الله ما شاء الله. عندها الجوان، عندها كل ما يخطر على بالكم، عندها برضو بهارات حلوه جدا، عندها معمول، عندها الفناجين بتاعه القهوه، عندها حنه المدينه، عندها الجاوي، عندها الحنه اليمنيه، عندها رسمات الحنه، عندها الشيل، عندها الميفة بتاعت الخبز، عندها الحاجات بتاعت العصيدة والعريكة، عندها برضو الملابس الشعبية دي، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، ربنا يبارك فيها يا رب، اللهم أمين، وارزقها من حيث لا تحتسب، حبيبتي وصديقتي أم حسين. وطبعا دي الفقرة الحلوة جدا جدا اللي هي فقرة الفلسو، فقرة الذهب الفلسو، أو بمعنى أصح بديل الذهب او الذهب الصيني، بسم الله ما شاء الله. في محل في سوق التلات زي ما انتم شايفين كده، اه شوفوا دول كلهم ممكن تاخدوهم ب50 ريال، يعني الدنيا حلوه يا جماعه. عندهم موديلات جميله وبسم الله ما شاء الله، الحبه من دول بكام؟ ب15 ريال وب10 ريال.
ذهب صيني، ذهب هندي، ذهب روسي، كل حاجة موجودة هناك. عندهم برضو السلاسل الجميلة دي زي ما انتوا شايفين، اللهم صل على النبي. يعني عندهم حاجات حلوة. دي فقرة الفالسو، ودائما الناس اللي بيعملوا فيديوهات من الحاجات دي بيبقوا ناس فالسو برضو. استغفر الله العظيم يا رب. طبعا عندهم أذواق حلوة جدا في الخواتم للأمانة. عندهم بصوا البناجر الصغيرة دي بتاعت الأطفال، جميلة كده، حاجة آخر فخامة، بسم الله ما شاء الله. وطبعا ده محل الجلابيات المصرية، هو الوحيد اللي بيبيع جلابيات مصرية هناك في سوق التلات. كان في بعض الحبيبات سألوني، وعنده شتوي زي ما انتوا شايفين كده، حاجة قطيفة وحاجة فاخر من الآخر. شتوي بـ80 ريال وصيفي بـ50 ريال، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. عنده حاجات حلوة للأمانة. طبعا دي الوان الشتوي اهي للناس اللي عايزه تشوف، في اللون البني ده، وفي الالوان الحمراء الملعلعه والالوان الغريبه العجيبه دي، بس كلها حلوه. 80 ريال والصيفي ب50 ريال، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. هو المحل الوحيد في سوق التلات اللي بيبيع جلابيات مصريه. هنا طبعا انا بمشي بكمل جولتي في السوق عشان نروح نسلم على عم علي، وبعدها نمشي نروح البيت وننهي الفيديو. طبعا في محل هناك حلو جدا لفت نظري، هو محل تراث، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. عنده حاجات حلوه جدا وحاجات فخمه جدا، ومع ذلك غاليه جدا جدا جدا. وطبعا هنروح دلوقتي، طبعا ده السوق من الخلف او من المكان اللي فيه المحلات، بسم الله ما شاء الله. هتلاقوا بقى ملابس الشتاء مسيطره، ملابس الشتاء والشيلان والحاجات دي كلها، بس بصراحه وللامانه في جده بربع الثمن اللي موجود في ابها للامانه. يعني الشيلان هنا سالت عليها ب 100 ريال وب 120، شفتها انا في شبرا في جده 35 ريال، وجبت منها برده، بسم الله ما شاء الله. في محلات برده للمواعين وحاجات المطبخ وكده زي ما انتم شايفين. هنروح بقى نسلم على عم علي، ندخل ونقول بسم الله وعلى بركه الله. السلام عليكم، كيف حالك يا ام علي؟ الله يحييك، كيفك؟ كنت مسافرة؟ الله يسعدك. لا ما رحت مصر، لا الرياض وجدة. الله يسعدك، كيفك؟ كيفك مع البرد؟ ربي يديك الصحة والعافية. لا ولا شيء، الله جيت أسلم عليك، الله يسعدك يا أم علي ويطول في عمرك يا رب، تسلم. وتقريبا كده يا جماعة هو ده كان الفيديو بتاعنا، أول فيديو بعد ما رجعت من السفر، كان من سوق التلات الشعبي. ربنا يا رب يرزق الجميع، اللهم امين يا رب العالمين، ويسعد متابعيني ومتابعاتي. وبقدم تحيه كبيره جدا جدا لام هاني اللي كانت عايزه تشوفني وتسلم عليا، بس لم يعني يوافقني الحظ ان انا اشوفها، معلش يا ام هاني. وان شاء الله باذن الله معوضه المره الجايه اشوفك واسلم عليكي. ربنا يسعدك يا رب، وربنا يبارك فيكي، اللهم امين. وحطوا لنا لايك، والسلام عليكم.